اسمع للحديث الأول الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي وغيرهم، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أبي أمامة الباهلي قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا أحرك شفتي، فقال: بماذا تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قلت: يا رسول الله أذكر الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بعمل تعمله خير أو بذكر تذكر الله عز وجل به خير لك من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ يقول له: ذكر سأعلمك إياه خير لك من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل، يعني أنك تملأ ليلك ونهارك ذكرا بهذا الذكر الواحد. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، وتحمد الله مثل ذلك، يعني تقول الحمد لله مثل ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمهن وعلمهن لعقبك من بعدك، يعني لأولادك وذريتك. ما ينبغي أن يغفل عن ذكر مثل هذا، لا في هذه الأيام ولا في غيرها، لكن لا تضيعه في هذه الأيام، تقوله في دقيقة، لكن تملأ ليلك ونهارك ذكرا لله عز وجل.